السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى قسم علوم الحاسبات كلية علوم جامعة المستنصرية. رحب بكم في هذا الفيديو. حنشرح به الفصل الثامن، حنتطرق على موضوع الميثودز. أخذنا بالفصول السابقة الأراي، وأخذنا الفور وكل أجزاء البرمجة اللي نحتاجها. اليوم حندخل على موضوع الميثودز. الميثودز طبعا هو إلى تسميات متعددة، يعني لو على غير لغات برمجة حنلاقي إلى تسميات أخرى. يعني إحنا الأفضل إنه نقول نسمي مثلا هو function أو procedure، لكن كون إن إحنا لغة سي شارب نستخدم نوع البرمجة اللي object oriented programming، لذلك نطلق عليه اسم methods. فالmethods بنروح إلى أي لغة أخرى هي لغة structure program حنلاقي اسمها function أو procedure. شنو الفرق بين function و procedure، وشون احنا الميثودز يتعامل كفانكشن وشون يتعامل كبروسيجر، حنجي نتاخذ بالتفصيل في هذا الفصل. الفكره الرئيسيه من انه أنا استخدم الميثود شنو هو. مثلا انا عندي مقطع من برنامج احتاج اعيده لاكثر من مره، لكن مو بصوره متسلسله. احنا قلنا لما نستخدم الفور ودورات التكراريه، لما عندي مقطع من البرنامج احتاج اكرر بشكل متسلسل، يعني عيدها مرة اثنين ثلاثة اربعة في نفس الوقت. لا، هنا لو عندي يعني مقطع من البرنامج احتاج ان اكرر في اوقات متفرقة داخل البرنامج، او كل ما احتاج استدعيه. زين، فش اسوي؟ هذا المقطع اخذ خزنة في مكان اخر خارج البرنامج، وكل ما احتاجه مجرد اذكر اسم المكان المخزون به راح يتلفت هذا المقطع ويرجع لي النتيجة. وبالتالي انا حعيد تنفيذ هذا المقطع اكثر من مرة داخل البرنامج في مواقع مختلفة، وليس بصورة متسلسلة مثل ما كنا نسوي بالفور. فهذه الفكرة الرئيسية من الميثود. زين، خلينا نشوف. يقول what is a method؟ شو يقصد بالميثود؟ يقول a method is a basic part of program، هو جزء رئيسي من أجزاء البرنامج. It can solve certain problem، ممكن الحل مشاكل معينة. Eventually take parameters and return results، يعني هو شو يسوي؟ يأخذ parameters معاملات أو متغيرات أو قيم ويرجع لنا نتيجة. مثلا عندما أجمع رقمين يأخذ الرقم الأول والثاني يجمع ويرجع لي الناتج. هذا هو الوظيفة مال الميثود، يأخذ parameters ويرجع لي نتائج. يقول a method represent all data conversation a program does، يعني هو يمثل كل الإجراءات البرنامج من خلال تنفيذ او حل المشاكل او المهام المعقده، وايضا هو ياخذ نفس اللوجيك مال البرنامج، هو بروجرام لوجيك يتضمن ايضا برامج او المنطقيات البرمجه. اكثر من ذلك انه هو ايضا يعتبر ريال جوب، يعني ينفذ مهام حقيقيه. ايضا هو قلنا ممكن يكون يساعد على انه يقلل حجم البرنامج بدل ما اكرر اني مجموعه من الكود هذا، او انه استخدمه في اكثر من مره، وبالتالي راح اصغر حجم البرنامج الرئيسي واحل نفس المشكله الرئيسيه. كمثال هسه هذا حنشوفه، هذا فد شيء بسيط يمثل لي ميثود معينه ستاتيك دبل، هذه هي نوع البيانات مال الميثودز، اسم الميثود البارامترز مالتي والعمل اللي يقوم به والريتيرن نتيجه. طبعا هذا فشي بسيط، حنجي بالتفصيل ناخذ واحده واحده ايش تعني كل هذه الكلمات. هسه نجي ليش استخدم الميثود؟ واي تو يوز ميثود؟ يقول هناك عده اسباب تخليني استخدم ميثود. There are many reasons we should use method. Some of them are listed below. بعض من هذه الاسباب راح نذكرها، ما نذكر كل الاسباب لكن اهمها راح نذكرها. And they gaining experience. You will assure yourself that methods are something that cannot be avoided for serious tasks. يعني يقول لك تكون متأكد انه انت الميثود يعتبر من الاشياء اللي لا يمكن ان تتجاهلها خلال عمليات البرمجة. خلينا نشوف ما هي الاسباب اللي خلتنا نستخدم الميثود. اول شيء better structure program and more readable code، يعني حيكون البرنامج مالتي الى هيكل افضل، وايضا الكود قابل للقراءه. شلون؟ يقول whenever a program has been created، لما انا ابدي بخلق او انشاء البرنامج، it's always good practice to use method. فافضل الطريقه انه انا استخدم الميثود. In the way to
make your code better structure and easy to read. لما أنا أريد أسوي مادتي البرنامج بأفضل هيكل وسهل القراءة إذا لازم أستخدم الميثود. Hence to be maintained by the other people. After mentioned by other people. حسب ما أنه مشار إلى من قبل ناس آخرين. زين هذا أول سبب. السبب الثاني avoid duplicated code. أتجنب إنه أكرر كود معين. يعني عندي كود معين بدل ما أعيد تكراره أو كتابته أتجنب هذا العملية أكتبه مرة واحدة وكل ما أحتاجه أستدعي. فيقول another way important reason to use method is that method help us. You know طريق آخر أو سبب آخر استخدام method إنه هو يساعدني إنه أتجنب avoid code repeating. أتجنب عملية تكرار الكود. مجموعة من الكود 10 إعازات 20 إعاز 50 إعاز 5 إعازات هاي أحتاج أكررها كم أكثر من مرة داخل البرنامج ما أحتاج أكتبها أعيد كتابتها أكتبها مرة واحدة وأستدعي في كل مرة وأنا أكتبها بشكل method. This has been strong relationships to the idea of code reuse. شو نقصد بالكود ريوز؟ الكود ريوز هو إعادة استخدام الكود. فيقول طالما أنا عندي مقطع من البرنامج أحتاج إنه أستخدمه أكثر من مرة أو أكتبه أكثر من مرة داخل البرنامج فالأفضل إنه أخذه أكتبه في مكان آخر مرة واحدة وكل ما أريد أقدر أستخدمه في أكثر من مرة لكن أنا كاتبه لمرة واحدة فقط. فهذه هي تقول reused code أو الكود ريوز إعادة استخدام الكود. أنا الكود موجود عندي أعيد استخدامه لأكثر من مرة لكن أنا كاتبه مرة واحدة فقط. لجأن كيف ممكن إنه how to clear شون نعرف implement أنفذ أو أنشئ و invoke أستدعي الميثود. كيف أعرف وأنشئ وأستدعي الميثود. This is the time to learn how to distinguish three different action related to existing of method. هنا حنشوف شو الفرق بين هاي الثلاث عمليات ممكن نقوم نجريها على الميثود اللي هي declaring implementation أو creation و calling أو invoke. يعني نقول invoke أو call استدعاء أو تنفيذ. نجي على أول عملية declaring method تعريف الميثود. We call method registration هنقدر نسميها تسجيل الميثود وين إلى البرنامج إنه أنا أسجل ميثود بالبرنامج. So it can be successfully identify in the rest of the program. ممكن احنا نحدد انه هو بقية من البرنامج. The implementation او creation of the method عملية انشاء الميثود is the process of typing the code that resolves the particular task. اللي هي عملية طباعة الكود اللي تساعد في عملية حل مشكلة معينة او وظيفة معينة. This code is the method itself and represented in logic. يعني هذا الكود هو مثل لي الميثود بحد ذاتها. أما الميثود call for the process that invoke إذا هي عملية استدعاء أو تنفيذ the already declared method. يعني أنا لازم تكون الميثود معرفة ومكتوبة يلا أقدر أستدعي. يعني ما أقدر أسوي invoke أو call لميثود إذا أنا ما معرفها وبعدين بكاتب الكود مالت. إذا هي عمليات متسلسلة تعريف أول شيء ثم implementation أو creation إنشاء بعد ذلك استدعاء. الآن راح نجي على الخطوة خطوة. أول شيء declaration التعريف أين ممكن أنا أعرف الميثود أو أين المكانات المسموح أن أعرف فيها الميثود. يقول we know that every class هنعرف إنه أي class has opening and closing curly brackets إنه يبدي وينتهي بالأقواس المضلعة هاي curly brackets هاي begin وهاي end. فبتوين which the program code is placed بين هذه الأقواس راح أكتب البرنامج مالتي. However we mention it here because method exists only if it's declared between the opening and closing practice of class. إذن بالمكان اللي أكتب به البرنامج مالتي أنا أكتب الميثود. إذن الميثود تكون موجودة بين ال begin وال end مال الكلاس الواحد. أنا بتكون تعمل نفس الكلاس. بدي أكتبها خارج الكلاس هيعتبر عندي إرار. لازم أكتبها ضمن الكلاس. إذن بين ال begin وال end الأقواس المفتوحة والمسدودة للكلاس. فيقول in the C sharp هاي ملاحظة مهمة language
and a thought can be declared only between the opening and closing practice of class. إذن أنا فقط أعرفها وين بين ال begin وال end مال الكلاس. ما يصير خارج الكلاس. هسا نجي شلون أنا أعرف الميثود. Method declaration. To declare method means to register the method in the program. يعني من أقول declare method أو register method in the program هي نفس المعنى. شلون أعرف الميثود؟ This is the it's showing with the following criteria declaration. Sorry. بهذا الشكل هنعرفه. هذا أسلوب التعريف. Static. Return type. Method name. Parameter list. شنو هاي؟ نجعله واحد واحد. أول شيء static هاي الكيوردز البداية الميثود. Return type شو قصد بيه؟ يقول طبعا يقولنا there are some mandatory elements to declare method. يعني بعض العناصر الأساسية اللي لازم تكون موجودة اللي هي من هي؟ Return type, method name والparameter list. هاي تعتبر mandatory mandatory elements. عناصر أساسية لازم موجودة في كل تعريف لازم هذه موجودة. شنو return type؟ The type of the result returned by the method. يعني نوع البيانات اللي سوف تسترجع إياها الميثود. ما هي نوع البيانات استرجاع الميثود؟ لا تذكر. Return type. فيا ما تكون integer, float, double, أي نوع. ما هي نوع البيانات اللي سوف تسترجع من قبل الميثود. الميثود نيم هو اسم الميثود. شو اسم هذا الميثود؟ احنا بالبرنامج لما ناخذ مقطع البرنامج ونخزه في مكان آخر نطلع اسم. فهذا هو يعتبر اسم الميثود مالتي. مثلا عرض البرنامج هذا المقطع مالتي اللي يسوي العمليه جمع بين رقمين فيقول sum to number او sum. اريد عمليه طرح رقمين اقول له سبت لك. هذا مثال بسيط. البارامتر ليست list of parameter to method. هي البارامتر ليست اللي هي قائمه من المتغيرات اللي راح ادزها اني للميثود على مود يشتغل عليها. يعني احدز له البارامترات عم يشتغل عليه وين ادزها عن طريق بارامتر ليست. مثلا من اريد اني اسوي ميثود يجمع لي رقمين ادز الرقم الاول والثاني الاول بارامتر والثاني بارامتر ادزهم عن طريق البارامتر ليست للميثود حتسوي عمليه جمع وترجع لي عن طريق الريتيرن تايب. فهنا أنا خلينا ناخذ مثال static void main start string قوسين arguments. خلينا نجي على واحد واحد. شنو هاي؟ It can be seen the type of return value is void. شوف هنا نوع البيانات void. بس احنا هنا لو نقارنها static هي الثاب هذه static نفسها بداية الميثود. Return type هنا معطينا void. يعني نوع البيانات خارجينها void. شخص بالvoid يقول the method does not return a result. لما الميثود ما ترجع لي النتيجة يعني مباشرة تنزل رقمين ويطبع لي المجموع مالتهم بدون ما يرجع لي المجموع إذا ما احتاج أرجع بيانات. لما ما أرجع بيانات فأنطي نوع البيانات void. تمام. إذا void استخدمها لو كانت الميثود ما ترجع لي نتيجة. مثلا أدز رقمين يجمعهم ويطبعهم داخل الميثود يطبعهم على شاشة الكونسول فما رجع لي شيء فاستخدم الفويد. لكن لو ادز رقمين يجمعها ويرجع لي النتيجه اذا صار اكو عمليه استرجاع للبيانات اذا لازم اخلي نوع البيانات هنا. فطالما ماكو استرجاع للبيانات اذا حتكون نوع البيانات هي void. اذا هذا هو المقصود بالفويد. المين هو اسم الميثود مالتي فما انطينا نوع البيانات لان قلنا ما حنرجعه فالمين صار اسم الميثود. اما الباراميترز هنا عباره عن مصفوفه نوع string قائمة أو list ذات بعد واحد من نوع string اسمها args. إذن البارامترز اللي دازينها إحنا هو اسمها args من نوع مصفوفة من strings. ملاحظة نقول when a method is declared keep the sequence of its elements description. يعني لما نعرف الميثود لازم هذا التسلسل ثابت. First is the type of the value that the method returns. أول شيء أنطي نوع البيانات اللي راح تسترجع عندي. بعدين then the method name. بعدين اسم الميثود. And the end is the list of the parameter placed in the round practice. وبالأخير بين قوسين الدائرية هنخلي قائمة المتغيرات مالتي أو الparameters. يقول the list parameters is allowed to be void. إذا ممكن
انه الباراميترز ايضا تعتبر من نوع void، يعني ماكو اي نوع من البيانات، بحيث انا ما ادز بيانات، ما ادز باراميترز. In this case, only thing we have to do is to type هذا قوسين. يعني أنا لو ما عندي parameters أرسلها للmethod فأكتب قوسين فارغة بعد اسم المethod. Although the method has not parameters and round practice must follow the name of the declaration. فلو أنا ما أرسل parameters للmethod هيكون اسم المethod بعد قوسين فارغة بهذا الشكل. يعني ممكن أنا أسوي method بدون ما أدز له parameters. مثلاً method تطبع لي أي جملة، فعمل الطباعة ما يحتاج لها بيانات، فما أرسل لها أي parameters. فيقول the round practice هذه قوس مفتوح قوس مسدود are always placed after the method. لازم بعد اسم method أكو قوسين دائرية، سواء كان أكو parameters أو ماكو. No matter whether it has no has or has no any parameters. أما نجي على الكيورد static in the description of the declaration above is not mandatory but should be used in small simple programs. يعني هاي كلمة static هي مو شرط تكتب، لكن احنا نكتبها طالما انه نستخدم برنامج بسيط. حاجه على بالتفصيل هذا ايش نقصد بها بالستاتيك. اذا static هي options ممكن نكتبها ممكن ما نكتبها، لكن احنا طالما نستخدم برنامج بسيط او برنامج صغير لازم نكتبها عمدا نفصل بين او نميز بين اسم الميثود واسم الكلاس. نجي على موضوع اسمه الميثود سيجنتشر. شو اقصد بالميثود سيجنتشر؟ الميثود سيجنتشر هو احنا من يعني بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج البرمجه بالكيانيه عمود يميز بين ميثود واخرى، او كل ميثود يعرفها باسمها والباراميترز المستخدمه بها. اذا اسم الميثود والباراميترز مالتها هاي يعتبر سيجنتشر، يعني فد شيء تعريفي للميثود، لانه احتمال عندنا اثنين ميثود لهم نفس الاسم لكن الباراميترز تختلف. فالاوبجكت اورينتد تفرق بين الميثودز من خلال السيجنتشر، اللي هو السيجنتشر عباره عن اسم الميثود والباراميترز اللي مستخدمه في داخلها. فانا عمود اميز بيناتهم لازم من اذكر الباراميتر عفوا الميثود اكتب اسم الميثود وبعدها الباراميترز مالته، عمود افرق بينه وبين الميثودز الاخرى. فهذا يسمى سيجنتشر ميثود او ميثود سبيسيفيكيشن، كيف احدد الميثود مالتي. كيف اسمي الميثود او الاسماء اللي اطلقها على الميثود مالتي؟ طبعا بنفس الفكره مال تسميه المتغيرات اللي اخذناها بالكورس الاول، نفس الشيء هنا انا استخدمها لهي القواعد او الرولز لتسميه الميثود. فيقول every method solves a particular task، كل ميثود تحل مشكله معينه. From the while problem that our program solved، من خلال المشكله الاكبر اللي حلها البرنامج مالتي. فالميثود نيم از يوزد وين ميثود از كولد، يعني استخدم اسم الميثود لما استدعيها، لما استدعيها الميثود عم انفذها استخدم اسمها. Whenever we call star a particular method we type its name and necessary we pass value. فلما استدعيها لازم اكتب اسمها واكتب البارامترات اللي راح ارسلها لها، لذلك لازم يكون الاسم معبر عن نوع المشكلة اللي حيحلها. فيقول in the example below the name of the method is print logo. هسه شوف هذا مثال الميثود اسمه print logo. هسه من اسمه print logo هو طباعة logo او طباعة علامة تجارية. فخلينا نشوفه هذا static void نوع اللي هو النوع الميثود مالتنا void ما ترجع لي بيانات، يعني قلنا void اسمها print logo. قوسين فارغة معناتها ما راح ارسل لها باراميترز. شو هسوي داخل هذا الميثود؟ راح نطبع كلمة مايكروسوفت ونطبع الموقع www.microsoft.com. اذا هذا الميثود صار شنو؟ عبارة عن طباعة لوجو، مو صحيح؟ اللوجو شنو هو؟ هو شركة مايكروسوفت. فما احتاج هنا ارسل له بيانات ولا استرجعت بيانات، فكتبته void. هسه شو استخدمنا هنا؟ استخدمنا برنت لوجو. هسه من الاسم مال الميثود عرفنا انه وظيفة هذا الميثود هي طباعة اسم علامة تجارية. زين ما هي الرولز اللي استخدمها لكتابه الاسم؟ It is recommended هنا نصائح
when declare a method لما انفذ لما عفوا اعرف الميثود to follow the rule for method naming suggested of Microsoft. طبعا هذه الرول نيمينج مقترح من قبل شركه مايكروسوفت. فش يقول the name of the method must start with capital letter. لازم الميثود ما تبدأ بكابيتال لتر. هاي اول رول. رول الثاني the Pascal code عفوا the Pascal Pascal case rule must be applied. طبعا باسكال كيس هو فتح حاله يسموها واحده من الحالات والرولز ممكن لازم تطبق. شنو هاي باسكال باسكال كيس؟ each new word that concat so to form the method name must start with capital letter. يعني لو الاسم مكون من مقطعين لازم كل واحد يبدا بكابيتال لتر. مثل هذا شوف باسكال يبدا بكابيتال وكيس يبدا بكابيتال فيسمى باسكال كيس. انه لو الاسم مكون من مقطعين او 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 كلمتين فتبدي كل واحد منهم بكابيتال لتر. طبعا ماكو سبيس بيناتهم لازم يعني اي سبيس ما موجود باسم الميثودز. It's recommended هنا شو It's recommended يعني هنا نصيحة. هذه rules لازم نطبقها لكن هذه نصيحة. It's recommended that the method name must consist of verb or verb and name. نعم يعني نصيحة انه هنا الاسم عبارة عن فعل او فعل واسم باللغة الانجليزية. يعني ما هو فعل او فعل واسم. Note that this rule are not mandatory. طبعا هذه القناة هي مو أساسية but recommendable لكن نصيحة من عندنا استفهامات. فنشوف هذه بعض الأسماء اللي نسميها well named for method يعني أسماء من method بشكل صحيح. مثلا print method اسمها print بين اسمها طباعة. gate name شوف بتكون من كلمتين بدي كلها من capital letter. play music أيضا من capital letter. set use username ايضا كلها كابيتال لتر. صح ثلاث كلمات كلها تبدا بكابيتال لتر. and some example of the bad new name methods هذه اسماء سيئه لو استخدمها مثلا ABC 11 هسه هاي شنو شي مثل لي هو اسم ميثود ممكن مو غلط ما يعترض عليه كبرمجه لكن منطقيا مو صحيح. ليش شي مثل هذا شو حيسوي يلو بلاك فو با. إذا هاي أسماء مو غلط إن نستخدمها، لا نستخدمها لكن غير محبب استخدامها لأنه لا تعبر عن وظيفة الميثود. فلازم أنطي اسم لازم يعبر لي عن وظيفة الميثود مثل ما أخذنا بالفيربلز المتغيرات. ما اسم متغير أعبر عن وظيفة هذا المتغير. نفس الشيء هنا اسم الميثود يعبر لي عن وظيفة هذه الميثود. فto name a method it is good to follow this rule. لازم نتبع هذه اسمي الميثود باسم جيد لازم نتبع هذه القوانين. شنو القوانين؟ method name must describe the method purpose. اسم الميثود لازم يعبر لي او يوصف لي الغرض من الميثود. والميثود name must begin with capital letter لازم يبدي بكابيتال لتر. ايضا the Pascal case rule must be applied لازم نطبق الباسكال كيس. باسكال كيس انه كل كلمه بدايتها يبدأ بكابيتال لتر. The method name must consist of verb or verb and noun. إذا اسم الميثود لازم يكون عبارة عن فاعل عفوا فعل أو فعل واسم. الآن نتعلى الموديفايرز. شنو الموديفايرز؟ A modifier is keyword in C sharp. Modifier هي عبارة عن كلمات محفوظة في لغة C sharp which gives additional information to be compiler for the certain code. يعني يعطينا في المعلومات إضافية على مود لما أفسر هذا الكود يكون واضح بالنسبة لل C sharp. We have already made some modifiers. احنا التقين أو تعرفنا على نوعين من المودفاير اللي هو public والstatic. فمثلا لو أقول public static void print logo هنا صار. In this example, we define a public method by the modifier public. لما كتبت public قبل اسم الميثود هذه مثل صارت public. public شو يعني عامة؟ يعني ممكن أي كلاس يستخدمها مو فقط داخل الكلاس مالتي. لما أقول هذه الفانكشن أو هذه الميثود public معناته إنه صارت هذه الميثود عامة.
انا صح معرفه داخل الكلاس مالتي، لكن ممكن كلاس اخر يستدعيها ويستخدمها. ليش؟ لان انا معرفها من نوع public. فيقول it's special type modifier called the access modifier and used to show the method can be called by any C sharp class. اذا ممكن انه استدعيها اي كلاس اخر no matter where it is، بغض النظر وين كان هو موجود. ف public modifier are not restricted in the meaning of how can call them. اذا هو مو عباره عن شلون استخدمه، وانما من اقول public صارت هذه الميثودز مالتي عامه، يعني ممكن اي كلاس ثاني او برنامج ثاني يستدعي هذه الفانكشنز ما او عفوا هذه الميثودز مالتي ويستخدمها. Another example of access modifier we can meet the modifier private. ممكن انه انا اعرفها private. Private طبعا عكس the public. Its function is opposite to the public. لما اقول لما بدل ما اقول public هنا انا اكتب private، اختلف المعنى. private معناها انه هذه الميثود تعمل فقط داخل هذا الكلاس، ما منحق اي كلاس خارجي او برنامج اخر يستدعي هذه الفانكشن. هذه الفانكشن هي private، خاصه بالكلاس اللي معرفه بداخله، ما ممكن الكلاس ثاني يستدعيها او يستخدمها. يقول if methods declared by access a modifier private, it cannot be called. ما ممكن نستدعيها from anywhere من أي مكان. Except ما عدا from the class which it's declared. ما عدا الكلاس اللي تم التعريف الميثود في داخلها. هاي كلها كانت تعريف التعريف الميثود. نجي على ال implementation. إنشاء ال creation of our method. شلون أني أعرف أو أنشئ الميثودز مالتي. After method has been declared، بعد ما عرفنا الميثود we must write and implementation. لازم شنو اكتب الكود داخل هذا الميثود، وطبعا هذا الكتاب نسميها body، يعني انا اكتبها في body of method. Implementation body of the method consists of the code، هو عباره عن الكود مالتي which will be executed by the calling the method. شو وقت يتنفذ هذا الكود؟ لما استدعي الميثود راح يتنفذ الكود هذا اللي انا كتبته داخل هذا الميثود. وطبعا عمليه كتابته نفس عمليه كتابته برنامج الرئيسي، نفس الادبيات ونفس اللوجيكس اللي اتبعه بالكتابه. نجي البادي اوف ميثودز. ما هي البادي اوف ميثودز؟ ميثود بادي وي كول ذا عفوا كول ذا بيس اوف ذا كود، هو عباره عن استدعاء لمقطع من الكود. That is placed in the between the curly brackets. اللي موجود بين curly brackets داخل الميثود. موجود بين curly brackets داخل. يعني هذا التعريف مال الميثود. بين curly brackets هاي begin وال end هنا نكتب الكود. يعني هذا هو implementation. الكود يكتبه كده وين؟ بالbody of the method. هذا هنا البody of the المحصور بين القوسين المضلعة. So far we have some many example of method body. However, it will be show one or the code below. فهنا أيضا مثال آخر حنشوف. هذا المثال خلنا مال print logo. عملية الطباعة هذه هي تعتبر the body of method. هذه the body of method اللي هي الكود اللي يكتب أو راح يتنفذ أثناء استدعاء الميثود. يقول method cannot be declared inside the body of the another method. نعم ملاحظة مهمة. ما ممكن أعرف method داخل method. يعني method تعرف داخل الكلاس. لكن داخل أعرف method داخل method ما يصير. هاي ملاحظة جدا مهمة لازم تنتبهون عليها. نجي على النقطة الأخرى هي local variables. ما المقصود باللocal variables؟ اللocal variables هي المتغيرات التي يتم تعريفها داخل الميثود. يعني احنا ممكن ندخل ميثود عباره عن جزء من البرنامج، اذا انا ممكن اعرف متغير داخل الميثود، لكن هذا المتغير يستخدم فقط داخل الميثود، ما استخدمه خارج الميثود، فيعتبر فيسمى local method. اذا هو المتغيرات التي تتم تعريفها داخل الميثود تسمى باللوكال فاريبل. اما المساحه اللي يشتغل بها الفاريبلز مالتي فهو يعني شو وقت يشتغل؟ يشتغل من ابدي تعريفه، شو وقت وين يا مرحله يتعرف الى القوس المغلق اللي هو هذا الاند.
يعني اني مو يبدي المتغير من بدايه البرنامج الى او من بدايه الميثود الى نهايته، لا، من وين عرفته؟ من يا سطر الى الاند. هذا يسموه سكوب، فيربل سكوب، مجال الفيربل. يعني اقدر استخدم الفيربل في هذا المكان من سطر التعريف الى القوس المغلق، هذا يسموه الفيربل سكوب، المكان اللي ممكن استخدم به الفيربلز ما تعرفته. قبلها ما ممكن اعرف استخدمه لانه ما متعرف بعده، وبعد القوس المغلق ما ممكن استخدمه لانه هو يعتبر لوكال فيربل. فناخذ مثال هسه، هذا نشوفون انتجر اكس يساوي 3، انتجر اكس يساوي 4. هنا أنا اكو غلط. ليش؟ شنو الغلط؟ الغلط انه انا الاكس عرفتها مرتين، مرة انتجر اعطيتها 3، مرة انتجر اعطيتها 4. هنا أنا غلط، ما ممكن انه اعرف المتغير مرتين. فهنا لو استخدمت هذه الطريقة حيطلع لي ايرور ويقول لي a local variable named x is already defined in this scope. يعني انا لما اعرف المتغير مرة واحدة ما يصير اعرفه مرة ثانية في نفس المجال، نفس المجال شخص بالمجال مال المتغير اللي هو سطر التعريف الى القوس المغلق. يعني هذا متغير مال تي سكوب مال سطر التعريف إذا القوسم، هذا كله يسموه السكوب. أنا أقدر أستخدمه لكن ما أعرفه مرة ثانية، يطلع عندي غلط. يقول a block code we call the code that placed between opening and closing curly blocks. طبعا يقول block code هو الكود الموجود أو محصور بين القوسين المضلعة. فيقول if variables is declared within a block it's also called local. لو أنا عرفت ال variable بالبلوك بين هالقوسين حيتسمى local of the block. It's area of visible beginning from the line with the variables is declared. إذن هو يكون مرئي بالمساحة اللي موجود بين سطر التعريف وبين نهاية آخر سطر اللي هو موجود قبل قوس الإغلاق. ننتهي من هذا الفيديو، إن شاء الله نكمل بالفيديو القادم.